مبارك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعالج اليوم اعتراض رقم 245 وهو بعنوان ما هو الجديد؟ يقدم الناقد سفر الجامعة 1-9 ليقول بأنه لا يوجد أي شيء جديد، ومن ثم يقول بأنه يوجد أشياء جديدة مذكورة في إشعياء 43-19 وإشعياء 65-17 وإرمياء 31-22 وكورنثوس الثانية 5-17 وبطرس الثانية 3-13 والرؤيا 21-1. ونبدأ قراءة اليوم من سفر الجامعة 1-9. ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. ونتابع القراءة في إشعياء 43-19. هانذا صانع أمرا جديدا، الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ أجعل في البرية طريقا، في القفر أنهارا. ونقرأ أيضا إشعياء 65-17. لأني ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. ونقرأ إرمياء 31-22. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. ونقرأ أيضا كورنثوس الثانية 5-17. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ونقرأ أيضا بطرس الثانية 3-13. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. وأخيرا نقرأ الرؤيا 21-1. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد. إن الفشل في القيام بقراءة أمينة ودقيقة للنص ضمن سياق النصي هو ما أودى بالناقد إلى الخلوص إلى هذا النوع من الاعتراضات. إن سفر الجامعة 1-9 يعبر بطريقة شعرية عن الحقيقة التي تقول بأن العالم الطبيعي الحاضر قد يمتلك نوعاً من التماثل، بحيث أنه لا توجد خليقة جديدة فيه. وهنا لابد لنا من التأكيد على أن الله قد أنهى كل عمل الخلق الذي عمله في اليوم السابع من أسبوع الخلق، والذي نراه في التكوين 2-2-3. وعلى الرغم من أنه يوجد حيوانات وبشر سيولدون، إلا أنهم من ذات الأنواع التي خلقت في الأصل وتكونت من ذات المواد التي أعيد تكويرها من خلال النظام الطبيعي المخلوق. وبالتالي فإنه ما هو معاصر أو ما كان معاصراً في أيام سليمان الملك ليس جديد تحت الشمس، وهذه إشارة إلى العالم المادي والطبيعي. إن الآيات التي قام الناقد بتقديمها لا تتعامل مع العالم المادي المعاصر، فإما أنها تتعامل مع العالم المادي المستقبلي أو أنها تتعامل مع العالم الروحي. إن الأمر على درجة عالية من الوضوح في إشعياء 43-19، حيث تشير هذه الآية
إلى أشياء جديدة سوف تحدث في مستقبل إشعياء، فيقول: ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. وبالتالي فإن هذه الآية لا يمكن أن تتناقض مع الحاضر الذي يتحدث عنه سليمان في سفر الجامعة. والحال هو كذلك مع إشعياء 65:17 التي تتحدث عن مستقبل إشعياء وليس عن الحاضر. أما عند النظر إلى إرمياء 31:22 ضمن سياقها، فإنه يوجد إشارات واضحة إلى أنها تتحدث عن أحداث مستقبلية، ويظهر ذلك بشكل خاص في الآيتين 6 و 31 من ذات الإصحاح، وهي أحداث ترتبط بعمل مستقبلي يقوم به الرب الإله. عند النظر إلى رسالة بطرس الثانية 3:13 فإننا نجد أنها تقول: ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة. وقد ذكرت هذه السماوات والأرض في سفر الرؤيا 21:1. أما رسالة كورنثوس الثانية 5:17 فتتحدث عن الحاضر، ولكن في البعد الروحي للخليقة دونا عن البعد المادي الذي تحت الشمس. إن هذه الآية تتحدث عن الطبيعة الجديدة التي يحصل عليها المسيحي حين يؤمن وينال الخلاص، ولكن الأمر الواضح هو أن جسده المادي لا يصبح جديدا في الوقت الحاضر. إن الأمر الواضح من هذه الآيات هو أن قراءته ضمن سياقها النصي سوف يزيل أي ارتباك قد يتولد عند القارئ. فلا يوجد أي شيء جديد في العالم المادي الحاضر، ولكنه يوجد خليقة جديدة ولكنها روحية، ونحن جميعنا نرنو بنظرنا عاليا منتظرين المجد العتيد أن يستعلن واكتمال التجديد بالمجيء الثاني لفادينا ومخلصنا يسوع المسيح. المجد دائما للرب، والله معكم.